بسم الله الرحمن الرحيم، بنرحب بحضراتكم النهاردة في يعني تفقد صرح جديد من صروح العملية التعليمية في إدارة العجمي، مدرسة الدخيلة المتعددة المراحل، بداية من كي جي نهاية بالصف الثالث الثانوي. المبنى اللي احنا موجودين فيه يزيد عن 7000 متر، فيما يخرج من حوالي أو ما يزيد عن 70% فراغ، فيما يزيد عن 100 حمام، وطبعا يعني الفناء بتاعه متسع بشكل محترم. تم الانتهاء من المباني فيه بشكل يعني قياسي، ان شاء الله يدخل الخدمة في خلال شهر 11، يستوعب ما يزيد عن 3500 طالب، وده طبعا بيخفف العبء على مدارسنا في داخل محافظة اسكندرية وايضا في داخل العجمي، بيبقى زيادة الاتاحة بالنسبة لنا، الفصول المتسعة، وجود قاعات الوسائط المتعددة، المعامل المختلفة، كل ما يلزم العملية التعليمية في هذا الصرح اللي ان شاء الله يضاف قريبا للعملية التعليمية. صرح جديد وانتصار جديد وفتح جديد في محافظة اسكندرية يضاف، فهنيئا لأهلنا في العجمي هذا الصرح الذي يضاف لمنظومة العمليات التعليمية، والشكر موصول لإدارة العجمي التعليمية لفريق العمل الموجود فيها. ملف التعليم يعني هو على من أولويات القيادة السياسية سواء في الفترات القادمة أو في الفترة المستقبلية، وأول أنواع الجودة في داخل العملية التعليمية هو الإتاحة، يبقى وجود مدارس جديدة، فصول جديدة، مقاعد، معامل لأبنائنا. فمحافظة اسكندرية في هذا العام حدث فيها طفرة كبيرة سواء في بناء المدارس الجديدة واستلامها ودخولها الخدمة، أو في الصيانات سواء الصيانة الشاملة أو الصيانة البسيطة في داخل محافظة اسكندرية. من 1/7 اللي فات اللي هو 22 عاملين أكثر من 42 مدرسة بأكثر من 600 فصل، وحاليا دلوقتي شغال في اكتر من 19 مدرسة فيهم برضو اكتر من 600 فصل او حوالي تقريبا 600 فصل. صيانات انا عامل صيانات في سنة واحدة، عامل فيها اكتر من 100 مدرسة صيانة، ما بين الصيانة الشاملة والصيانة اللي هي الضرورية والصيانة العاجلة، عامل اكتر من 100 مدرسة. الدولة يعني اهتمام الاول للتعليم والصحة، واحنا جزء من الجزء الاولاني للتعليم، التعليم لان التعليم ده هو اساس التقدم بتاع الدولة. فالحمد لله احنا ماشيين بخطوة كويسة في اسكندرية بالنسبة لخطة الانشاءات وخطة الصيانة. النهاردة احنا واقفين في صرح تعليمي ان شاء الله يعني قرب ينتهي على اخر شهر اكتوبر، شهر الانتصارات، في بمناسبة مرور 50 عام على انتصارات اكتوبر. دي من الانجازات الكتيرة اللي الدولة بتسعى زيادتها عشان خاطر نخفضوا الكثافات في المدارس في ادارة العجمي. المبنى اللي احنا فيه دوت بيحتوي على 70 فصل بالإضافة إلى حوالي 200 حمامات، ده هيخفف كتير من الكثافات اللي موجودة في إدارة العجمي. بنوجه الشكر كله للقيادة السياسية ومعالي المحافظ والدكتور عرب أبو زيد وكيل أول وزارة وهيئة الأبنية على إنجاز مثل هذا العمل في أقل من عام.